إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام. كانت واجدوا دائما بمدينة فاس، أكيد بالمركب الكبير أكيد لفاس، الأشغال ديال الإصلاح ديال التهيئة ديال استعداد الكأس أفريقيا وكأس العالم متواصلة ولله الحمد. جميع الجوانب ديال المركب في الأشغال، يعني كنحاول نشد لكم الزوايا، جميع الزوايا والمحيط ديال المركب فيها الأشغال. فبرافو للشركة المكلفة، راه غادية دايرة الواجب أكيد وتسارع الزمن من أجل أنه يوجد إن شاء الله في الوقت المحدد ديالو. بعد ما نقلت لكم قبل قليل من زاوية معينة يعني الأشغال، فالتقلت لزاوية أخرى من أجل تقريبكم من تقدم الأشغال أكيد. فصراحة الأشغال متواصلة، وإن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل غيكون جاهز المركب، وهذا الشيء كنفتخروا به. واكيد انا قلت الاشغال غتكون على شطرين، الشطر الاول والشطر الثاني. فالشطر الاول غيتم من خلاله الاستعداد لكاس افريقيا، والشطر الثاني غيتم من خلاله الاستعداد لكاس العالم. فباش نوضعكم في الصوره مره اخرى متابعينا الناس اللي عاد التحقوا بنا، فأكيد بلادنا غتعرف احتضان جوج ديال التظاهرات كبيرة، كأس افريقيا وكأس العالم. يعني الأشغال ديال الشطر الأول اللي كيتم الآن إنجازها غادي تشمل مجموعة من الإصلاحات في المركب، بالداخل المركب وخارج المركب. فالمرحلة الأولى أكيد غادي تمتد لنهاية سنة 2024، يعني في 25 غتكون جاهز إن شاء الله المركب، وغيتم من خلالها بطبيعة الحال تحديث كافة المرافق ديال الملعب، من بينها المستودعات ديال الملابس، منصة الصحافة، المنصة الرئيسية. هاد المرافق هذه ديال الملعب غيتم التحديث ديالها بشكل إن شاء الله غيكون تحفة إن شاء الله بإذن الله. غيتم كذلك تجهيز الملعب بجوج ديال الشاشات عملاقة، غيتم تثبيتهم بالمنطقة الشمالية والجنوبية. كذلك غيتم تعويض الإنارة الحالية بأخرى من الطراز العالي والرفيع على طول جنبات الملعب. في المرحلة الأولى كذلك هتعرف يعني غيتم الاهتمام بمحيط الملعب، وكذلك كما كتشاهدوا معنا فالمحيط ديال الملعب والشكل ديالو الخارجي، جارية الأشغال ديال الإصلاحات فيه. كذلك غيتم توفير يعني واحد يعني فين غيستقبلوا الجماهير، واحد البنيات ديال استقبال الجماهير ان شاء الله في احسن حله. كذلك الطاقه الاستيعابيه ديال الملعب غتعرف يعني بشكل يعني ظرفي، التوسيع ديالو بشكل يعني افق التطوير يعني شامل بعد كاس افريقيا. غيتم يعني التوسيع ديال الطاقه الاستيعابيه بعد كاس افريقيا، غادي يتم النظر في توسيع الطاقه الاستيعابيه ديال المركب. فمن بعد يعني كاس افريقيا مباشره غيدوزوا للاصلاحات المرحله الثانيه. شنو غيكون في هذه المرحلة الثانية؟ غتغير المعالم ديال الملعب بشكل يعني كومبليتمون، وغادي تغير. غيتم إضافة مدرج إضافي في بلاصة ذاك الحلبة المطاطية أكيد. الحلبة المطاطية غادي تزول بالكامل في المرحلة الثانية من الإصلاحات، والجمهور غيكون قريب بزاف من المستطيل ديال الملعب أكيد. وبالتالي غترتفع الطاقة الاستيعابية ديالو أكيد متابعينا الكرام، اللي غتكون في المعايير ديال الفيفا إن شاء الله بإذن الله. وكذلك الإصلاحات غتعرف التغطية ديال الملعب بالكامل، هذه في يعني في الشطر الثاني استعدادا لكأس العالم. وغتزين يعني الجوانب الخارجية بشاشة عرض عملاقة، وغيتبنى فيها واحد الموقف ديال السيارات اللي غيكون إن شاء الله بالمستوى الرافع. إذا هذه الإصلاحات اللي غتكون في الشطر ديالها الاول والشطر ديالها الثاني، وكما كتشاهدوا معنا فالاشغال جاريه على قدم وساق، وانا كنحاول نقرب لكم من كل الزوايا ديال الاصلاحات اكيد. فكنحاول نزومي ونقرب لكم اكيد الاصلاحات والاشغال. الكاميونات راهم خدامين، الاليات خدامه، الجوانب ديال الملعب كامله فيها الاصلاحات بدون استثناء. يعني الف شكر للشركه المكلفه، وحنا رحنا اي حاجه كتزاد في مدينه فاس كنعتزوا وكنفتخروا بها وكنبقاو ننتظروا بشوق. فنتمنى صادق باش لانها تكون ان شاء الله تحفه فنيه، لان المغاربه دابا الان كينتظروا الملاعب والمركبات الرياضيه انها تكون تحف فنيه بكل
المعايير، لان بلادنا مقبله على التظاهرات العالميه وكنعرفوا اكيد النجاح غنجحوا فيها، واكيد بلادنا قادره على تنظيم تظاهرات مثل كاس العالم. يعني الاستعدادات راه جاريه، والاليات والوسائل اللوجستيكيه والبشريه والماديه تم الوضع ديالها من اجل انجاح هذا يعني التظاهرات الافريقيه ولا العالميه. وان شاء الله الصحافه كذلك سوف تنخرط في اعطاء صوره مشرقه مشعه على بلادنا، ولله الحمد والشكر، خاصه كيكونوا دابا شركات مغربيه اللي قائمه بهذه الاصلاحات، فاحنا كنرفعوا لهم القبعه. ملي كتكون شركه مغربيه دايره مجهودات، هذه راه شركه مغربيه اللي كتقوم بهذه الاصلاحات، دايره مجهودات، مهندس مغربي، نعم مهندس اللي هندس مجموعه من المنشات الفنيه، هو اللي مشرف على هندسه الشكل الخارجي والنهائي اللي غيكون عليه المركب الكبير بفاس. فما علينا الا نشجعوا الطاقات والكفاءات ديال بلادنا ان شاء الله، وحنا مساندين اكيد وكنقوموا بهذه التغطيات غير باش ربما نطمئنوا للراي العام بان الاصلاحات راها جاريه في المركب الكبير بفاس. وهذا دابا راه المحيط ديال الملعب، اما الاشغال راه عاوتاني داخل في الملعب راه خدامين، عاوتاني ما كيوقفوش خدامين. انا كندور في المحيط ديال الملعب وكنشوف، وهنا في هذه الجهه هذه كذلك اشغال، فهي متواصله ومستمره، ونتمنوا لهم التوفيق وغنبقاو مواكبين، والتغطيات ديالنا غتكون حصريه اكيد متابعينا ومشاهدينا الكرام. متابعينا غادي نكتفي بهذا القدر، الى اللقاء بكم في بث مباشر اخر، حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.